المحليه كنشكر اللجنه المنظمه، وبهذه المناسبه كنشكر حتى الاخ حابب اللي كان عنده هو الفكره والطريق والاخوه. النقطه الاولى اللي هي بان الفريق خاصو ينتصر في المقابله ان شاء الله ويبقى في القسم الوطني الاول، ولكن راه مهدد كذلك بليتيش، حيت ليتيش الا ما تخرجش واخا ينتصر في المقابله ديالو طنجه، ليتيش الا ما تخرجش راه غادي الجامعه الدوليه غادي تحيد الشباب نقاط. واش هذا الشيء كاين الاخوان ولا ما كاينش؟ ثلاثة ديال النقاط كيف عمرنا نقاط ربما تعلم هذا الشيء اللي كيقولوا ها؟ ما تكونش حنا عارفين كل شيء باسباب ديال فرق الشباب المحمديه اللي تخبط فيها، ماشي اول موسم هذا اللي كيتخبط في هذا الشيء، يعني العلامه ديال هذه المشاكل بدات سنين هذه باش بدات هذه المشاكل فرق الشباب المحمديه. كنتمناو لان عندنا غير على هذا الفريق ولا غادي يعطينا شي حاجه يعيش حلها عنده، وكل ما الحق نقولوها المصير ديال الفريق اللي كيكون على شخص كيكون مصيرو الفشل، نكونوا واقعيين وما نضربوش الشمس في الغربه. انا عشت ومارس خارج ارض الوطن، حتى اخوان كاين قدماء اللاعبين اللي مارسوا في بطولات احترافيه كلاعبين، ولكن انا كاطار وهذوك الفرق اللي كاينين في الخليج اللي انا اشتغلت معاهم رؤساء ديالهم امراء شيوخ وما كيقدوش على الفريق. اللجنه الاولمبيه كتعاون، اللجنه الاولمبيه هي اللي كتخلص اللاعبين، هي اللي كتخلص المدربين، هي اللي كتخلص الكراء، هي اللي كتخلص هادشي من الليل، لان شخص ما كيقدرش يدير كل شيء، لان الشباب المحمديه كان في الاول انا النظريه ديالي وهذه كانت النظريه ديالي الشخصيه، كان فريق الشباب المحمديه في الاول في 2017 ما نصعدوش القسم الوطني الثاني هوات، هذوك الفلوس ديال واحد المبلغ مالي نمشيو ناخذوا به واحد 4 قطارات ولا 5 ونهيكلوا الفريق. من 2017 حتى 2024 كان الفريق دابا يكون عنده واحد المشروع، يكون عنده واحد مداخيل قارة، كونوا واقعيين. ومازال غادي تفاجئوا كجمهور، مازال غادي تفاجئوا انا كنقول لكم، لان عندي واحد المعلومه، واحد الشخص داير اسم ديال شركه باسم شباب محمديه، احنا كنهضروا وانا انا هذا هو الفيفو ديالي اللي كنكون كنهضر ما كنخافش من واحد، والله واخا نعرف نمشي ناكل التبن وندفن بيه بالسمن، وغادي يقولوا هذاك من هذاك ولد من حنا بغينا الفرقه تصوفي دابا، ما نديروش العصا في الروايه، بغينا الفريق تصوفي، بغينا الشباب تصوفي، ومن بعد غادي نقول كلام وغيكون عندي لقاء مع الصحفيين وغادي نقول هذا الهضره باش ما يقولش لك راه دابا دار هادشي، وغادي يبان شكون كي كيستغل الرياضه في مدينه المحمديه. والله القسم من خلال هذا المنبر انا اللي كنشكر، والله الا كنشكر اسامه النصيري اللي انا عطا وجهه، والله الا عطا وجهه في الصح، والله ما يقدر شي واحد دابا يعطي وجهه دابا، انا على حسب التجربه ديالي. ولكن نتمنى علم هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.